وهب ركن من أركان الرياضة في اليوم العالمي للرياضة سبحانه وتعالى السفر للقمر. أنا اليوم ما جيتش بشكور الكرم لأنه ليست بيد أهلية لتتريب عباد الله الصالحين. فنسألكم هنا أنت لو بيت ضعيف كريم يطمع في رضا الله سيد محمد الشريف أقول رضي الله عنه وأبدى الله في أنكاسه وشفاه الله وأكرمه الله بعلمه ونور نور قلبه في هداه. هذه شهادة بسيطة جدا ما فيها حتى شيء من جمعية علم والإحسان التي تسعى لتجميع الطرق الصوفية ولإعادة تأهيل الزوايا لتحفيظ القرآن ولتعليم العلم. هذه الشهادة نعطيها باسم 146 عالم زيتوني منخرط في هذه الجمعية، وأخص بالذكر منهم سيدي محمد جبير ربي يشفيه وسيدي محمد كارم سعادة ربي يشفيه. ثم أردت أن يكون هذا التكريم أيضا في صفحة من الكريستال مش ما تنساش يقعد على مر الزمن، وهذا أقل ما يمكن أن نعطيه. ما عندنا سيدي المكي إلا أن ندعي له ونطلب منه الدعاء، وزيارته الأخوة الجزائريين لهذا المكان اللي هو عنده تاريخ 200 عام تقريبا. الزيارة هذه عندها تاريخ مذكور، ولكن ما وفيناش حق هذه الزيارة لسنا نرجو ونطلب من الدكاترة والأساتذة باش يبحثوا في هذه الزيارة علاش صارت وكيف صارت. والحمد لله جاي جيل بعد واصل هذه الزيارة وإن شاء الله عندي شيء الحمد لله نحدث مهرجانا لهذه الزيارة يجيو فيه كثير من العلماء من أصقاع العالم كله باش يقولوا لأنه لا إله إلا الله أوصلها أهل النار ومكثت وستبقى إن شاء الله. نقدم هذه التكريم سيدي إبراهيم نجم سيدي مكي سيدي أكرمكم الله وطلبت له الشفاء الكامل.